اول حاجه التمر فيه في كميه من الاملاح المعدنيه وفي كميه هايله من الالياف، ماشي؟ فده احنا يعني ده اوريدي بتساعد كتير جدا في ان احنا ايه، بتسهل حركه الامعاء والقولون وكده. ومع ذلك برضو احنا ممكن نوصفه في حاجات معينه، مثلا الحاجات الامساك بنقول مثلا الناس ممكن يحطوا مثلا منقوع البلح او التمر، يسيبوه مثلا ينقعوه في ميه طول يوم كامل مثلا لغايه مثلا من بالليل تاني يوم، وبعد كده يشربوه، هيكون غني بماده اسمها السليلوز، ده هتساعد كتير جدا في حالات الامساك.